شبه أن يعطونا جنابي وتكسر ونحافظ عليها، شبه أن يعطونا صور برواز يطيح البرواز وينكسر ويطيح القزازة ونحافظ عليها. أنا قد حصل علي موقف صورة عادية، صورة البرواز حقها طاح فوقعت فانكسر الزجاج، رجعت وركبت لها برواز وقزاز وحلقتها ثاني مرة. أليس الجماد؟ جماد يا أخوان. أعطونا أبو صنادح يا أخوان، ولا عليكم أمر. أبو صنادح صباح الخير. يا مرحبا، صباح النور، كيف الحال؟ طيب الله يزين حالك. يا مرحبا، عرف ما معنى الجمهور يا أخي يا أبو صنادح. أول شيء يا طويل العمر السلامة أبغى أوضح لكم المقطع، المقطع يا طويل العمر السلامة. لا لا، أنا ما طلب توضيح، أنا أتمنى أنك تسمع وتفهم السؤال وجاوبني، لا توضح لي، أنا لا أحتاج قصص تسردها. أبشر على خشمي، الجمهور عزيز وغالي على قلوبنا، ولا جينا هنا إلا لجل سواد عيون الجمهور. وهذه الحاجة اللي تراجم بها تروها من محل التمور يوم جاني ضفاف المزاحمية، شوفوا هذه أتراجم بها لعبد الله عبد الرحمن. هذه؟ نعم. هل هذه تستحق منكم ما فعلتوه؟ حق تمر، برواز تمر، برواز تمر، ما هو بحق فارس الجمهور. يا ابو صنادح، سم طال عمرك، لا تستظرف، ليست برواز تمر، برواز تمر ما انت مشاله ولا انت محاذفه. شم النخله، هذا شم النخله، نخله. اجلس، الله يحفظك، اجلس يا ابو صنادح، اجلس. هل هذا عذر يعني مثلا ان برواز تمر ولا مقدار؟ والله ما هو بعذر، والله ما هو بعذر. طيب المفروض منك يوم اخطيت وبديت بالخطا وخليت عبد الله عبد الرحمن يخطي، انك تقول له يا عبد الرحمن وقف وقف، انا اخطيت، وقف، لا انت لا تمادى بالخطا، وقف. الدرع ذا طال عمرك قيمته ليس قيمه شكليه او معنويه او ماليه، انما معنويه يا اخي. هذا شاريه، شاريه من محل تمر، رجع عندي في دار. اللي شاريه منه؟ كان صحن تمر كذا وهذا في النص، في راسه شوكولاته، ياكلون العرب بالتمر منه وياكلون. عبد الله عبد الرحمن ابو صنادح، لبيه اخر مره، اذا ما تناقشت معي نقاش عقلاني بقولك توكل. ابشر بسعد، كيف تبغى؟ امنعني من 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 الاهبال وامنعني من الطقطقه. والله حط المقدح هذه بيدك جانبا. ما هي طقطقه، شوف النخله، شوف النخله، ها شوف. انت تشوف ان حق التمر هذا يجي في الصحن حق التمر. سؤال، هذه حق التمر؟ نعم. هل هذه حق التمر صح؟ نعم. اقول لبه، عندك جمهور؟ اي نعم، عندي جمهور. كم عددهم؟ عددهم ان شاء الله 4 مليون. 4 مليون؟ نعم. اقول والله اقول جمهور سالم معدي الواحد، شكر الله عليكم، شكر الله عليكم، لو انه في محله وجاته فرصه ذي كان اعتذر، لكن يستظرف ويقول مقدعه. اقول جزا الله من النقاش معك، حتى النقاش معك ما عاد ابغاه. جعل ربي يطول يا رجال، يا رجال شلو ايه بعد نبيه، تدرون ليه؟ لانه ما اقرب خطاه وتهرب، هروب بارد وعذره بارد. يعني أخي انا اذا لم اكسب شيء تبغى تدري؟ لن اخسر شيء، صح؟ تبغى ما كسب، انت تقول ما كسب؟ ما كسب شيء. تبغون اوريكم عن سالم عدي اكثر؟ لا بس يا اخي يعني الظهور بالشكل هذا، يطلع في الكوفيش الروم ويطلع الدرع يقول هذا حق تمر وهذا، يعني احنا ما تعودنا سالم كذا، وش اللي صار في سالم علشان يطلع بالمنظر الغير لائق ذا؟ لا يا اخي يعني فقد عقله سالم؟ سالم اختلف، صار في شيء فعلا، ضربت الشمس، ضربت والله الشمس. يا ربع اتكلم جد، تبون تدرون يا ربع، يعني جايب الجمهور هنا بناء الدرع وجالسين نتكلم، تناقشنا مع عبد الله عبد الرحمن قبل شوي، كان نقاشنا مع عبد الله يعني جدي، وصار عبد الله يرد علينا جاي يقول هذا حق تمر. يا اخواني انتم كيف تقولون انه جدي؟ كذب زميله. انتم كيف تقولون انه يكون جدي وهو جاي قبل فتره بقدر؟ بقى يا مشعل هو عاد باقي موجود؟ لا بالله دقيقه، قبل ما يروح روى المقطع ورونا المقطع طال عمرك. رونا المقطع بالله. سالم معدي، هل هذا ما يستحق منك مقدم الفقرة؟ اللوم على علي مناحي تقول كذا؟ يعني مقدم فقرة. أسألك بالله، هل أنت راضي عن هذا الفعل؟ قائد، كنت في يوم من الأيام قائد في هذا البرنامج تقول كذا؟ وش معناها؟ صل على النبي. مقدعة بعد؟ صل على النبي. تكلم. طيب ايش اسمه؟ عبد الله عبد الرحمن كان جالس في المقابلة. ما سألتك عن عبد الله عبد الرحمن، أنا أسألك عن فعلك.
هو يقول بيدك انا يوم شبحت الساعه يقول الساعه بيدي اثنين قلت ما لا دخل يا رج لا لا شوف الساعه شوف الساعه ما ترقع ما ترقع انت تقصد يوم مشاله ومسفر برميده والله لا احترمته ولا قدرته مشعل بالله انا ما عاد ابغى اتناقش مع الشخص هذا لانه ما احترم مقدم فقره والله ما احترم جله يا مشعل شله اجيب لي رجال يا اخي لا احترم فقره ولا احترم مقدم ولا احترم شاشه ولا احترم جمهور فوق ذا كله جايين هنا يقول انا اقصد لي واحد على الساعه 2 يا ولد وين ذي رايحه مالها مطار والله مالها مطار والله انها زرقاء كبر الباخره مالها مين هذه اقصد عبد الله عبد الرحمن ليه عبد الله عبد الرحمن خص بعدين يا اخي مشرفهم واللي يهتم بيهم واللي يلبي احتياجاتهم وجاي يعني يقدم فقره صاحبها صار عنده عذر ويقوم بها مسفر بن رميثه ويعني ويشجعونه زملائه فعلا كانوا يشجعون مسفر بحماس اللي احنا شفناه يجي هو يسقط على زملائه يقولون زملائه يعني زملائه مو مصادقين يعني في مشاعرهم اتجاه مسفر يعني يسقط على زملائه انت ترجع المقطع لاحظ انه يعني وكذا زين يا ام عائله مش اللون اتسدق ناقدن عليهم لا اقدر على عمره لا اقدر عليهم لا اقدر على المقدم والله العظيم ان مسفر انه يستحق اكثر من كذا نعم والله على كل شيء قدمه انه يستحق الكثير والكثير والكثير بعد مو مسفر بس يا ابو نزيل افتاك فقره مقدم وشاشه وزملاء كلهم ما شافهم شيء والجمهور خلف الشاشه هو تدري من يسوي زي كذا يحسب ان الشاشه ما هي تناظره يحسب ان الشاشه الحين ما شافه لا 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 هو يدري ان الشاشه الكاميرا عليه ويحاول انه يعني انا ما ودي اتكلم والله واجد لاني لو تكلمت وجعته والله اني صادق يعني قصدك انه يرسل رساله مثلا لا يرسل رساله احنا ما عندنا سالفه لا احنا ولا هو حاول انه يعني يغير من يعني نمطيته السابقه والخروج يعني من الرسميه والحضور اللي تعهدناه من سالم لانه واضح انه يتابع جوال ان سالم رسمي سالم قلبها يعني بوضع رسمي وجدي في القناه سالم فيحاول انه يعني يفك من الرسميه ذي فضاعت هجت ايه ليته ما فك يا رجال ليته يعود رسمي هجت معه صار يتصرف يعني تصرفات ما تليق نهائيا بسالم بن معدي ابدا والله العظيم ما تليق فيه يعني الاشياء هذه يمكن